لملمت طرابلس جراحها ودفنت شهداءها على وقع تكبير المآذن وقرع الأجراس، وعادت جرحاها من الجريمة المروعة التي طاولت أبناءها الأمينين وهم على أهبة الخروج من فريضة صلاة الجمعة في مسجدي التقوى والسلام، الجريمة التي كان القصد من ورائها إشعال نار الفتنة من خلال استدراج ردود الفعل الغاضبة. اليوم تثبت هذه المدينة المنكوبة من جديد أنها تعرف كيف تعلو على الجراح وكيف تلجم غضبها من خلال مخزونها الحضاري والفكري ومن خلال تراثها العظيم الذي تأصل في أخلاق أبنائها وطباعهم وتمسكهم بمشروع الدولة، بالرغم من أنها كانت لسنوات خلت ولا تزال عرضة لعدوان مستدام من خلال استعمالها صندوق بريد سياسي ساخن سواء في السياسة الداخلية أو الإقليمية، وفيما خلا بعض هنيهات الغضب التي رافقت رفع جثث القتلى والأشلاء، فإن أهل المدينة عبروا عن صبر وإيمان كبيرين لما يرضي الله عز وجل، هما محط إجلال وتقدير من قبل القاصي والداني بقدر ما فوتا على المجرمين والحاقدين القصد من وراء إضرام نار الفتنة. لقد أكدت ظاهرة تلاقي شباب المدينة من كافة الانتماءات السياسية ومن خلال المجتمع المدني في اليوم التالي للانفجار والتعاون فيما بينهم على تغليب إرادة الحياة لدى أهل المدينة على التهديد بالبارود، فكان لقاء أبنائها من كل الأطياف والمشارب كتفا إلى كتف، والتعاون فيما بينهم على رفع الأنقاض والمساهمة في مسح الأضرار ردا واضحا وصريحا على زارعي الموت والمهددين به بأنه ما من أحد يستطيع أن ينال من إرادة أهلها وأن طرابلس لم تخلق لتركع. ولقد ثمن المجتمعون دور القوى الأمنية في سرعة انتشارها في مواقع الانفجارين، والحزم والحكمة التي تعاطوا بها في ذروة غضب الناس وبعدها عند استعادة المبادرة والضبط الأمني، وأكد المجتمعون على أنه لا بديل عن الدولة ولا بديل عن الأمن الذي توفره الدولة، ورأوا في الدعوات للأمن الذاتي وقوع في فخ الذين يريدون تغييب الدولة لصالح مشاريعهم الخاصة في تفكيك الدولة ووضع اليد عليها، كما رأى المجتمعون في تضامن المواطنين وتعاونهم مع القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي الوسيلة الفضلى لضبط الأمن وتوفير الأمان للناس. وجدد المجتمعون الطلب إلى القوى الأمنية كافة للتعاون والتنسيق فيما بينها لفرض الأمن والأخذ بلا هوادة على يد العابثين به والذين يحاولون النيل من هيبة الدولة، وكذلك إلى ضرورة ملاحقة المجرمين وخاصة أولئك الذين يستغلون مآسي المدينة وجراحها وقتلها لأعمال سرقة أو فرض قوات. وطلب المجتمعون وضع خطة أمنية تأخذ بعين الاعتبار خريطة الطريق التي وضعت في اجتماع السراي الحكومي في 8/5/2013 واتخاذ الإجراءات الوقائية أمام دور العبادة والتجمعات الكبرى، كما تأخذ بعين الاعتبار ضرورة زيادة عديد قوى الأمن الداخلي ورفع تجهيزها والعمل على زرع تجهيزات المراقبة من آلات تصوير في شوارع المدينة، مما يرفع من قدرة الأجهزة الأمنية على المراقبة والوقاية. ودعا المجتمعون القوى السياسية كافة إلى تقديم التنازلات للوطن وتسهيل قيام حكومة تحكم وتقديم مصلحة الوطن على أي اعتبار، فأمن البلاد والإنقاذ الاقتصادي بإنعكاساته المعيشية والاجتماعية مقدم على اعتبارات الأحجام والأوزان والتمسك بوزارات بعينها. وقد شدد المجتمعون على ضرورة الإسراع في مسح الأضرار والتعويض على المتضررين، وكذلك على تعجيل سلف الإيواء للذين تضررت منازلهم بحيث يستحيل استعمالها قبل ترميمها، وعلى واجب تولي وزارة الصحة تحمل نفقات الاستشفاء لكل المصابين بما في ذلك
المضاعفات الناتجة عن الإصابات. إننا جميعا وبانتظار ما تكشف عنه التحقيقات من كشف لملابسات الجريمة والمتورطين فيها، فإننا نعلم بأن المدينة أمام تحد كبير ستخرج منه بإذن الله بمزيد من التلاحم والعزم على التصدي لكل من يعبث بأمنها. انتهى البيان. لا بغير. طبعا نحن عم نعيش ساعات حزينه وعصيبه من هالمدينه، ولكن هالمدينه عودتنا على مدى تاريخها كيف تلملم جراحها باسرع وقت وترجع تاكد ان اراده الحياه اقوى من اراده القتل اللي تمارس ضدها خلال من حوالي 48 ساعه. لكن بهالمناسبه هناك عده ملاحظات يجب التاكيد عليها. اولا يجب ان نحيي المدنيين المواطنين من شباب الذين تحولوا فجأة إلى مسعفين ورجال إطفاء وقاموا بعمل أعمال الإغاثة دون أن يطلب منهم أحد، وقد شاهدت ذلك بأم العين عندما تحول الجميع إلى مسعفين ولم يتأخروا ولم يهرب أحد من ساحة الجريمة. التحية الأخرى هي للإعلاميين الذين نقلوا الحدث بأمانة وتحول أيضا بعضهم إلى رجال إسعاف. التحية الثالثة للشباب من مجتمع مدني وأحزاب سياسية الذين أيضا توجهوا مباشرة بعيد الحدث الجلل وبدأوا القيام بأعمال على الأقل تنظيف المواقع. الشكر الرابع هو للمؤسسات الطبية والاستشفائية والموظفين والأطباء والممرضين والممرضات الذين أيضا تحملوا عبئا كبيرا، وشاهدت الكثير منهم يأتي من منزله ليس في ساعات دوامه بل ترك البيت وأتى ليشارك في إنقاذ الناس، ولكن بنفس الوقت تحية إكبار لكل شخص حمل جريحا وفهم أن الأولوية ليست له فجلس ينتظر الآخرين دون أن ينبس بأي كلمة. أيضا هناك وقفة إجلال وتضامن مع كل أب وأم وأخ وأبن وصديق حمل شهيدا وانهمرت دموعه تعبيرا عن الإباء والتحدي والتسليم بقضاء الله. في النهاية أيضا من قبيل المساهمة ومن قبيل المشاركة ندعو شبابنا وبناتنا وأبناء هذه المدينة للمشاركة بمسيرة صامتة اليوم الساعة 5 مساء انطلاقا من أمام جامع التقوى في مستديرة أبي علي باتجاه مسجد السلام للتعبير عن المشاركة في جروح المدينة. شكرا. أنا حكيت بس بدهم هلا بحكي. تفضلي. مساء الخير. الحقيقة يعني اللي بدي أقول لكم إياه أول شيء بتقدم بالتعازي لكل الناس اللي استشهدوا بهالمتفجرتين الإجراميتين اللي ضربوا المدينة وضربوا لبنان بصراحة. واستنى لي أني زور يعني بعض الحالات في المستشفيات اللي بتمنى لهم كمان الشفاء العاجل. الحقيقة
أنا أول شيء بدقلكم تحيات الرئيس سعد الحريري اللي وصاني إنه صيدا وترابلوس مثل بعضهم، فمثل ما قام بواجباته تجاه صيدا كلفني إنه نفس النمط ونفس الطريقة تكون باتجاه طرابلس. وطبعاً أنا شفت السادة النواب، الوزير الجسر، سعادة النائب أبو العبد كبارة، الأستاذ مصطفى، الدكتور مصطفى، والأستاذ عبد الغني، لواء أشرف ريفي، وحطيتهم بالجو يعني إنه تتشكل هاللجنة مع بلديات المينا وبلدية طرابلس، لأنه الهدف من المساعدة هو تضميد الجراحة السريعة. تعرفوا أنتوا يعطيهم العافية الشباب اللي عم بقوموا، أنا يعني سنالي أن نشوفهم من مبارح، يعني لمست هالحيوية الكبيرة اللي شفتها. بدنا يعني نجرب أنه كمان إضافة لجهدهم ولتعبهم يكون في إمكانيات سريعة لعملية تضميد الجراح السريعة، إن كان بالنسبة للناس اللي استشهدوا عندهم عيال عندهم أهل، وبالنسبة طبعا للناس اللي تضرروا. في إلى نمط إني كلجنة بيشوفوا الطريقة الأفضل بالموضوع، وهيدا ما معناها إنه حق الناس بتعويض من دولتهم. المفروض نضلكم تصروا على مثل ما نحن بتعرفوا الدولة حركتها بطيئة والناس ما فيها تستنى. يعني أنا المشهد اللي شفته مشهد حقيقة منو قليل، يعني يعني الله سطر إنه الناس بعد قاعدة بالمساجد لو لا سمح الله. طبعا حينبدأ بسرعة بعملية ترميم من المسجدين، لأنه هيدا بيعمل نوع من الاطمئنان للمحيط يعني بالأمور. أنا اللي بتمنى يعني بتعرفوا أنتوا هيدا المدينة تمنتنا، يعني تمن التيار المستقبل على مستقبلها وعلى مشروعها وعلى أحلامها. يعني بمحطة مثل هالمحطات بدأ يعني حضن المدينة، وبعتقد يعني كل الموجودين ما بقصروا، وتنفتح الباب لكل الناس حتى ترجع تتكاتف مع بعضها، لأنه الاستهداف هو استهداف للكل بالأمور. المعنويات أنا لمستها في إرادة، وإرادة مسؤولة عند الكل بعدم الانجرار إلى أي نوع من الـ يعني تضييع البوصلة، لأنه الاستهداف مش استهداف للطائفة السنية يا أخوان، استهداف لمشروع الدولي بالأمور، مثل ما صار استهداف الرويس. يعني استهداف الرويس راحوا فيه الأبرياء بالنهاية، وأحداث صيدا مين راح فيه؟ راح في اللي انضروا واللي استشهدوا، كان من الجيش ولا من الناس المدنيين او الناس اللي تضللوا. يعني ب 24 ساعه انقلبت الدنيا راسا على عقب. انا بقول لكم من البيان الحقيقه اللي سمعته، طبعا انا بتمن كثير عدم الاستثمار بالدم يا اخوي، لان الاستثمار بالدم يعني اللي بيوقف الاستثمار بالدم سرعه المبادره. يعني تشعر الناس انها مش لوحدها، انها هي محضونه، انه في مين تقدر تتكي عليه، يعني في مين تقدر تقول عن الامور. انا بدي اقول شغله كثير اساسيه. بتعرفوا انا جيت لهون من شهر ونص الحقيقه، لانه لاشكر يعني الاهل بطرابلس والفعاليات الموجوده اللي وقفوا جنبنا، لأنه مثل قضية طرابلس قضية وطنية، قضية صيدا كانت قضية وطنية، منا قضية محلية. وبتعرفوا كمان بنفس الوقت أعلنت من طرابلس 1 أيلول هو يوم المواطن الكبير، لأنه بتعرفوا اللي عم نشوفه محاولة تفكيك البلد، يعني تفكيك المناطق عزلة عن بعضها. لا، في إصرار عند اللبنانيين أن يكون هالبلد بمكوناته
يعني للحفاظ عليه. فأطلق دولة لبنان الكبيرة 1920، فواحد أيلول هو يوم الإطلاق. طبعاً أنا بعد سماع الحقيقة خطاب رئيس الجمهورية حسيت أنه لا، كنت بالأول بقول بأجل، لا بعد ما حكى هذا الكلام الرفيع المستوى العالي النبرة العالي المسؤولية، لا أنا سمحت لنفسي الحقيقة أنه أطلب من رئيس الجمهورية يدعي القطاعات المنتجة بالبلد لحتى توقف وقفة وطنية بهالمناسبة، بمناسبة إطلاق لبنان الكبير، لحتى ينبعث رسالة مطمئنة أول شيء لأهل طرابلس ولأهل الضاحية ولأهل صيدا أنه لا، في إرادة جامعة بعملية هالمكون اللي مؤلف منه هالبلد. طبعاً يعني ما بدي أقول أنه المرحلة بسيطة، لا المرحلة ما أنا بسيطة، المرحلة بدها تضافر جهود. وبعتقد يعني التيار اللي موجود بطرابلس قادر يرجع يشبك ويجمع ويقوم بدوره بهاللحظات الدقيقة والصعبة بالأمور. يعني إن شاء الله ما بقى حدا يشوف اللي عم نشهده المروع الواقع والجريمة للجريمة، يعني ما في إلا توصيف تاني. إذا بنت خلينا يوقف ال شكراً.